هذه الحلقة من خمس أشياء برعاية أساسن كريد أوديسي. في حلقة خمس أشياء الجديدة اليوم راح نتكلم عن خمس شخصيات مشهورة ما عمرها تكلمت. لعبتنا الأولى بايوشوك، والشخصية الأساسية هنا هو حق الجزء الأول اللي اسمه جاك. حصلت هاللعبة لتقييم وانتقادات ممتازة في وقتها بسبب العالم المميز والقصة بشكل خاص، وكثير اعتبروها واحدة من أفضل الألعاب وأخذت جوائز لعبة السنة في وقتها. لكن الشخصية الأساسية جاك ما يتكلم إلا في بداية اللعبة، والسبب معين تفهمه في نهاية اللعبة. في بداية اللعبة تعتقد أنه مجرد شخص عادي نجا من تحطم طيارة، لكن مع تقدم القصة راح تكتشف وتوضح لك أمور كثيرة عن الشخصية. وأكيد السبب في اختيار المطور في أن الشخصية ما تتكلم هو أنه عشان اللاعب يتخيل نفسه مكان الشخصية. ثاني لعبة معانا هي لعبة دوم، والشخصية الرئيسية في اللعبة المعروفة باسم دوم جاي أو مارين. اللعبة تعتبر من السلاسل العريقة في فئة ألعاب المنظور الأول، وصدر أول جزء لها عام 93 على نظام مايكروسوفت دوس. وبكل أجزاء السلسلة الشخصية الرئيسية ولا مرة تتكلم فيها، وحسب كلام مصمم اللعبة جون روميرو إن الشخصية تم تصميمها على أنها تمثل اللاعب نفسه، وبسبب هذا الشيء الشخصية ما لها اسم محدد. ونحب نذكر إن الجزء الثاني لريبوت 2016 تم الإعلان عنه باسم دوم إيترنال. في المركز الثالث تجينا سلسلة The Legend of Zelda، واحدة من أعرق السلاسل من شركة نينتندو، واحدة من أكبر الألعاب في التاريخ اللي أثرت على الصناعة. قصة اللعبة دائما تتمحور حول البطل لينك في إنقاذ الأميرة زلدة من الشرير غانندورف. برغم كثرة أجزاء السلسلة وتطور أجهزة نينتندو ولا جزء تكلم فيه شخصية لينك، لكن في تفسير لينك ليه ما يتكلم. في أحد أجزاء السلسلة وفي يوميات زلدة مكتوبة أن لينك يتكلم لكنه صامت عشان يبقى قوي وما يظهر مشاعره. وفي أحد النظريات تقول أن لينك صامت في كل أجزاء السلسلة عشان تتخيل نفسك أنت أنك أنت لينك فعلا. المركز الرابع وقبل الأخير عندنا شخصية جوردون فريمان من سلسلة هاف لايف، وهو الشخصية الرئيسية في السلسلة وحاصل على دكتوراه في الفيزياء النظرية ولا يتكلم. مهمته في اللعبة أنه يدافع عن نفسه وينقذ البشرية من هجوم فضائي وأعداء آخرين، وحسب كلام المطورين أنه صامت عشان اللاعب يكون هو نفس الشخصية. كل الألعاب لها نفس التبرير، ولأن أفعاله تتكلم ما يحتاج ينطق ولا حرف. واللي يميز هذه الشخصية عن باقي الشخصيات التقليدية أنه عالم، ما هو محارب متعود على الأسلحة والقتل. المركز الخامس والشخصية الأخيرة معنا من سلسلة جي تي اي من شركة روكستار، وتحديدا بطل الجزء الثالث كلاود. ولو بنوصف شخصيته هو من النوع الهادي والجدي جدا وخالي من أي مشاعر، ينفذ الأوامر بدون أي تردد، ومعروف عنه أنه أناني ويستغل الناس حتى يستفيد منهم. اللي ما يحس أنه ما لهم أي فائدة يقتلهم. بحسب المطورين ما كان في أي إلهام وقت تصميم الشخصية، بس يبون يصممون شخص صامت وقاتل. يعطيكم العافية على المتابعة، إن شاء الله عجبتكم هذه الحلقة، وأكيد أنتم كريمين وما بتقصرون معنا في اللايك والاشتراك بالقناة. حياكم الله ومع السلامة.